نزلنا النهاردة نتجول في البلد نفسها، وبجد المباني وأهل سيوة بلبسهم بالحاجات اللي بيبيعوها الهاند ميد، كل حاجة عن البلد دي بتديني فايبس التيبكال ايجيبت اللي بتيجي في الأفلام دايما وأفلام الكرتون وكده. أنا فعلا كنت ماشية حاسة أن أنا ماشية في فيلم علاء الدين. المباني جميلة بشكل، البيوت القديمة اللي الناس كانت بتقعد فيها زمان جميلة بشكل، الحاجات اللي بيعملوها يدوية، كل حاجة، حتى لبسهم وشكلهم ولغتهم، كل حاجة فيهم وعنهم بجد جميلة. كنا جنب منطقة اسمها القلعة. القلعة ديت بيوت معمولة من الطمي، وكانت الناس بتعيش الناس فيها كانت عايشة زمان، فيها. عاملة زي مدينة فوق بعض كده بالظبط اللي بنشوفها في الأفلام اللي بتتكلم عن مصر القديمة. وبجد الموضوع كان بهرني بطريقة مش طبيعية، ما كنتش مصدقة ان في يوم من الأيام المكان ده كان فيه حياة، كان فيه أسر عايشة فيها، كان فيه ناس في يوم من الأيام في المكان اللي أنا ماشية فيه دوت. أنا وأختي قررنا ان احنا ندخل نكتشف المكان دوت لحد ما أهلنا يجيبوا الحاجات اللي كانوا بيجيبوها، وأنا بعشق طبعا حاجة اسمها استكشاف. فزي ما انتوا شايفين انا كنت مبهورة ومبسوطة جدا، قعدت اطلع هنا وهناك وانزل السلالم واطلع السلالم زي الاطفال بالظبط اللي بيستكشفوا حاجة جديدة. الموضوع كان متعب شوية بس كان ممتع جدا بالنسبة لي. بجد التطور اللي احنا وصلنا له دلوقتي، الناس زمان كانت عايشة كده، في ناس لحد دلوقتي عايشة كده اهو. قد بعشق الاختلافات دي، ان انا اتعمق في ان انا اعرف عن طرق حياة ناس تانية، رغم ان احنا كلنا مصريين بس كل جزء في مصر عايش بطريقته، كل طريقة حلوة باختلافاتها. هنا انا كنت بستكشف ومبسوطة جدا لحد ما اكتشفت المصيبة اللي اختي الصغيرة كانت بتعملها. فحاسبكم مع فقرة حلا الهارت اتاك والميني اتاك والانكزايتي اتاك وكل الاتاكس اللي في العالم اللي جاتلي في اللحظة دي. اي حد، الاخ الكبير وسط اخواته، هيتفهم تماما اللي كان بيحصل لي ساعتها. انت خايفه على الموبايل يقع وانت ذات نفسك هتقعي؟ لا لا مش هقع، انا كنت هنط كده بس. هتنطي ازاي؟ هتنطي من هنا لهنا؟ ايوه انا بعرف. هل انت بتهزري؟ انت كنت هتقعي في العالم الاخر انا ما تحت، كنتش هقع، انا كنت هاجي حرفيا كده. تحت العالم الاخر انا كنت حرفيا. هاجي كده، الموضوع سهل، انا ممكن اعملها دلوقتي. اوه أختي جماعة هنا كانت بتقنعني ان الكروكس اللي هي لابساه كان هيحميها لما تقع لتحت، وان هي لو كانت هتقع كانت هتفرد جسمها فهتنزل واقفة. بعيدا عن كل العبث اللي كان بيحصل دوت، واحنا بنتكلم سمعنا واحد بيكح من تحت. تنزلي واقفة. لا انا قلت بتاعك ده اللي في المقبرة. انا في اللحظة دي كنت مستعد اجري واسيبها، ولا اخت كبيرة ولا بتاع، حرفيا رعب. تعالي ندخل الشباك ده. هنا بقى كنا قعدنا نتجول وكده، وبرضو يعني شبه تهنا. طلعنا من القلعة ودخلنا على البيوت اللي جنبها، ما كناش فاهمين احنا فين. بس بعد تجول بسيط كده عرفنا نرجع احنا لمكاننا كنا جايين تاني. من هنا، فسيبكم مع الحته دي احنا الستراجل كناش دي فيها. برضو. انا ما شفتش الخشب ده. حلا حلا حلا، احنا تهنا يا حلا. لا هو ده الشارع اللي احنا كنا فيه، هو ده. لو ما عرفتش من هنا وشفت الخشب ده، تعالي بس تعالي تعالي اقول لك احنا هنا. الحمد لله كنا رجعنا لنقطة الصفر اللي ابتدينا منها او اتوهنا منها، وكان فاضل بقى ان احنا ناكشلي نبتدي نطلع القلعة ديت.
ده في ناس فوق. السلام عليكم. انا هسمع كلامك. طلعينا بقى. ماشي. هنا عمو كان بيحاول يشرح للتو برين سيلز اللي كانوا متبقين في دماغي من كمية الطلوع اسهل مكان اطلع منه للقمة. طب ما هي ماشي ماشي شكرا. المنظر بعد المعاناة كان worth كل سلمة طلعتها. كل ما افكر في المكان ده حتى لحد دلوقتي جسمي بيقشعر من كتر حلاوته. كمية الحضارة والذكريات اللي فيها والناس اللي في يوم من الأيام كانت هنا وأنا عمري ما هقابلهم ولا أعرف عنهم أي حاجة، وكل واحد كان ليه قصته كمان. الأفكار دي كلها بتبهرني. أتمنى يكون الفلوج ده عجبكم وهستناكم في مغامرة تانية نتكلم فيها سوا.